وحول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف من الدمام السيد مطلق العنزي، مدير تحرير صحيفة اليوم السعودية. مساء الخير سيد مطلق، وبداية كما رأينا أن قطر اليوم تتنصل من مشاركتها مع التحالف لدعم الشرعية في اليمن، تحاول أن تظهر بمظهر المجبر على المشاركة. برأيكم ما الذي تسعى إليه الدوحة بمثل هذه التصريحات؟ عفوا أعيد السؤال، ترى ما الصوت يبدو أنه ما هو. هل تود أن أعيد لك السؤال سيد مطلق؟ تفضل. كان السؤال حول تنصل قطر من مشاركتها من التحالف لدعم الشرعية في اليمن، برأيكم ما الذي تسعى إليه الدوحة بمثل هذه التصريحات؟ أولا أريد أن ننوه أنه نحن نكون للأخوة القطريين كل احترام، وهم منا ونحن منهم. ثانيا أيضا الأسرة الثانية الكريمة هي أسرة كريمة وهي منا، لكننا نحن ضد سياسات دولة مع قطر، مع الأسف تمثلت إزعاجا لمنطقة الخليج وتجاوزت حتى التقاليد والمسلمات والاتفاقيات. فيما يتعلق بالتحالف الخليجي قطر، قطر الآن هي الإخوان في قطر يحاولون استخدام كافة الأوراق التي تبدو لهم موجعة للدول الأخرى، بعد أن وجدوا مع الأسف أنفسهم في موقف لا يحسدون عليه، وهذه وضعتهم في الدبلوماسية التي تتجاوز الطموحات وتتجاوز الإمكانيات. مع الأسف لم تكن دبلوماسية راشدة تأخذ بالاعتبار إمكانيات دوحة وتأخذ بالاعتبار أدبيات مجلس التعاون الخليجي ومواطنين. نعم، تنصلها من اتفاقيات مع التحالف العربي. مع الأسف حتى وزير خارجي وزير الدفاع قطري لم يكن مع الأسف موفقا حينما قال أن مشاركتهم في التحالف العربي هي مجرد صورة شكلية. نعم. وهذا الحقيقة أيضا يطعن بالموقف القطري. وهل كانت قطر مع الأسف تمثل؟ لا أعلم. لكن هذا مع الأسف يستدعي الصورة القديمة لعلاقات القطرية مع الحوثيين مع الأطراف بعد أطراف الأزمات في اليمن. نعم سيد مطلق، العلاقة القطرية، سيد مطلق هل تسمعني؟ العلاقة القطرية بالحوثيين هي علاقة قديمة متجددة إن صح القول، وقد ألحق تصريح وزير الدفاع برسائل غزة المتبادلة من الإنقلابيين في اليمن اليوم، ومن الواضح أن قطر تعزز من حقيقة أين تقف، ولكن بالنظر إلى المستقبل هذه التصريحات هل تعتقد أنها تنهي كل مساعي إرجاع قطر إلى حضنها الخليجي؟ لا أعلم، لكن قد تكون هذه عبارة عن تعبير غضب يحاولون أن يستخدمونها كورقة دبلوماسية، بينما هي في الواقع يعني قطر هي تعتب على دول الخليج، يمكن تعتب لكن ليست قطر مؤثرة، يعني ليست ذيك القوة المؤثرة في مجلس التعاون الخليجي، بحيث أنها يعني مع الأسف إذا خرج قطر من مجلس التعاون الخليجي وإجماع خليج الاتفاقيات فهي ستكون خاسرة، لأن كل الذين تعتقد أو يصور للأخوة القطريين أو الآليات الإعلامية تصور للأخوة القطريين أنهم بإمكانهم أن يستغلون الخليج ويستبدلون بقوة أخرى، هذا غير صحيح. لا توجد لا سيادة ولا استقرار ولا قوة لقطر إلا بالمملكة العربية السعودية الوطنية. لن تعوض ذلك لا إيران ولا تركيا ولا حتى الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية تستطيع أن تحمي قطر من خارج، لكنها لا تعوضها الأخوية ومصير المشترك والعلاقة الاقتصادية التنموية الاجتماعية من هذه المستعمرة. أيضا حتى عسكريا لا إيران ولا تركيا تستطيع أن تحمي قطر مع الأسف. والذين يحاولون بالوسائل التواصل الاجتماعي تصوير أن قطر محمية في تركيا وإيران، هذا غير صحيح، لأن قطر تقع في المحيط الحيوي السعودي، ولا أستطيع أن أؤيد أي قوة أن تدافع عنها فيما لا سمح الله لو حدثت مواجهات سعودية قطرية. نعم، ولكن مع الأسف تستخدم بروباغندا ودعايات، وهي في
يعني هي تسير في نمط نفس الأوهام التي يتم تسويقها الإخوان قطر. نعم دولة قطر، يعني إخوان قطر عزيزي، الأسرة الحاكمة في قطر عزيزة، لكن قطر يعني بلد إمكانيات الدولة هي صغيرة. نعم. يعني هذا ليس عيبا، ليس عيبا في الأشخاص، إنما في الإمكانيات، ولكن في السياسات كما تفضلتم. من الدمام مطلق العنزي، مدير تحرير صحيفة اليوم السعودية، شكرا جزيلا لك.